بعد الأداء الطيب والمستوى العالي الذي كشف عنه المنتخب الجزائري في مونديال البرازيل، لقي أحد الفاعلين في ملحمة السامبا وابن مدينة شلف هلال سوداني تكريما خاصا من والي ولاية شلف السيد أبو بكر بوستة بمقر الولاية سهرة يوم الأحد. سوداني الذي كان مرفوقا بوالده ورئيس الجمعية مدوار عبد الكريم أهدى والي الولاية القميص الذي لعب به في مونديال